بعد انقطاع عن ممارسة مهنة الطب، يعود أطباء عرب لاجئون في الأردن لمزاولة مهنتهم الإنسانية في إنقاذ البشرية ودعم الحكومة الأردنية وكوادرها الطبية خلال تصديها لجائحة كورونا، بعد أن منحتهم الحكومة الأردنية استثناء لمزاولة المهنة في مستشفياتها عقب مشاورات بين وزارة الصحة الأردنية والمفوضية العامة لشؤون اللاجئين حول منح اللاجئين فرص عمل ومساعدتهم في وقف انتشار الجائحة. من خلف هذا الستار في أحد المشافي العامة في العاصمة الأردنية، تزاول الطبيبة العراقية إسراء حقي مهنتها مجددا في بلد اللجوء. تساعد المرضى وتخفف العبء عن الكوادر الأردنية بعد أن منحتها الحكومة استثناء لممارسة مهنتها. يعني الكثير هذا العمل كخبرة واستفادة، وأنه واحد يخفف عن الأطباء الأردنيين عبء خصوصا في جائحة كورونا، وأنه يفيد الناس يعني. وفي وحدة إسعافية أخرى يقدم الطبيب السوري محمد عراد خبرته التطوعية أخصائي عظام بعد انقطاع دام أعواما. هذا العمل عودة للحياة، يعني كأن أنا صحيح طلعت من بلدي وطلعت من عملي وطلعت من حياتي، مثل السمكة وأنا بتطلع من المي لازم ترجع للمي. حقي وعراض من بين 8 أطباء من سوريا والعراق واليمن، بدأوا العمل في مستشفيات وعيادات بأنحاء الأردن متطوعين من الأمم المتحدة في إطار مكافحة المملكة لأزمة الجائحة. هي خطة جيدة لدمج هؤلاء الأطباء في المجتمع المحلي والاستفادة من خبراتهم. لا شك أن هذه الخبرات، والتي قد تكون في بعض الأحيان خبرات نادرة، قد تعزز مستوى الرعاية الصحية في أقسام الإسعاف. خطوة تريد منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الأردن بث رسالة مفادها أن اللاجئين يمكنهم المساهمة في البلدان المضيفة لهم. رسالتنا هي إيضاح أن اللاجئين لا ينتظرون توزيع مساعدات، وإنما لديهم مؤهلات يمكنهم تقديمها للمجتمع. لذلك هي رسالة قوية، وآمل أن تكون رسالة للمجتمع الأردني كي يدعم أحدنا الآخر للتعامل مع الجائحة. دعم كبير يتلقاه الأطباء اللاجئون في الأردن بعد أن احتفت المفوضية مؤخرا بتمديد عقودهم، فهذا برأيها خطوة كبيرة تتيح فرص عمل إضافية للأطباء اللاجئين وتسلط الضوء على دورهم في وقف انتشار الجائحة. معنا من عمان محمد الحواري، متحدث باسم مفوضية اللاجئين في الأردن. أهلا بك معنا سيد محمد. يعني 8 أطباء لاجئون يدعمون الآن جهود الحكومة الأردنية في مكافحة وباء كورونا، كيف تقيم هذه المبادرة؟ الأردن منذ بداية الجائحة فتح مساحة كبيرة للاجئين بأن يستطيعوا الحصول على العلاج والحجر الطبي مثله مثل المواطنين دون أي تكاليف، وهذه صراحة مبادرة إنسانية من الأردن. ثم بعد ذلك عند تلقي اللقاح كانت الأردن أول دول العالم التي فتحت المساحة للاجئين للحصول مجانا على هذا اللقاح. يأتي اليوم هذا الدور كرد جميل من هؤلاء اللاجئين بالمساهمة للتصدي لجائحة كورونا والوقوف مع الأردن كمساند أساسي حتى تتخطى هذه المحنة سويا، بالإضافة إلى أن يكون مثل هؤلاء الأطباء المتخصصين في صفوف اللاجئين دون الاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم هو بالأمر المحزن. يعني كما سمعت في الحوار أن الكثير منهم يقول أن عادت لنا الحياة من جديد، بالتالي نحن حقيقة نقدر المساحة التي منحتها لنا الأردن من خلال وزارة الصحة بالسماح لهؤلاء اللاجئين بالانخراط في القطاع الطبي بمساندة برنامج الأمم المتحدة التطوعي، بحيث أن يحصلوا على هؤلاء اللاجئين على مكافأة مجزية وأن يكونوا قادرين على تقديم خبراتهم للأردن. واليوم نحن نسعى إلى فتح مساحات أكبر تتعدى القطاعات الطبية إلى قطاعات العمل في مساحات أخرى. تفضل. طيب، هل مثل هذه المبادرات هي فاتحة أوسع لعملية إدماج في قطاعات أخرى، أم أنها ستبقى محصورة بجائحة كورونا واحتياجات المملكة؟ في الحقيقة عندما ننظر إلى الأزمة اللجوء وأنها اليوم أصبحت جيل كامل 10 سنوات على سبيل المثال الأزمة السورية والأزمات الأخرى أيضا، يعني مرت عليها سنوات طويلة من الانتظار، بحقيقة نحن نطمح إلى أن يدرج اللاجئين في جميع البرامج، لأنه اليوم
أن يبقى اللاجئون فقط يتلقوا المساعدات دون أن يبادروا وأن يساهموا في المساندة للمجتمعات المضيفة هو ليس بالأمر الصحي وليس بالأمر لسلامة ديمومة حياتهم. بالتالي إدماجهم هو أحد الحلول المهمة، وأن تتوجه هذه المنح إلى دعم البنية التحتية للدول المستضيفة هو أولى حقيقة من أن مجرد أن يتلقوا هذه المساعدات. ولكن هل تتوقع عملية إدماج أوسع في قطاعات أخرى؟ عندما نرى أن العقود تمددت هذه بحد ذاتها بادرة إيجابية بأن هناك قبول لمثل هذه المشاريع، ونحن في طور الحوار والنقاش على مشاريع أخرى مع وزارات أخرى. يعني في كنا اليوم لدينا مدرسين مساعدين في داخل مخيمات اللاجئين. نعم. لعلنا نرى يوم الغد مدرسين في مدرسات المدارس الحكومية، لعلنا نرى مختصين في مجالات أخرى يعملون في القطاعات الأردنية. حقيقة الميزانية الاقتصادية لهذه الدول المضيفة هي اقتصادية ضعيفة. نعم. مساحة التوظيف هي ليست بالسهلة، لكن عندما نأتي ببرنامج يساند تطوعيا ويشغل هؤلاء اللاجئين ويدعم الفراغ الموارد البشرية هو مهم في كل القطاعات. نعم، الدكتور محمد الحواري متحدث باسم مفوضية اللاجئين في الأردن، شكرا.